حضراتكم بتجيبوها بتستوردوها منين اصلا؟ احنا واخدين توكيل شركه جينوم سيدز، شركه اردنيه. تمام. شركه اردنيه احنا واخدين التوكيل بتاعها وبنسوقه هنا في مصر. يعني التقاوي دي تقاوي اردنيه؟ التقاوي كلها تقاوي اردنيه، كلها تقاوي اردنيه. احنا وكيل شركه جينوم في مصر، جينوم سيدز. تمام. عندنا كمان بالنسبه للطماطم عندنا ثلاث اصناف طماطم. تمام. موجوده الطماطم، حضرتك اتفضل معانا. احنا عندنا الصنف ده اسمه تماره. تمام. احنا الصنف ده مميز بان الحبايه مستديره. تمام. ده بيتزرع طول السنه، لو سمحت. ده بيتزرع طول السنه. تمام. مميز بان الحبايه مستديره. تمام. وزن الحبايه بيوصل من 90 ل 120 او 130 جرام. تمام. تمام. الصنف الثاني، الصنف الثاني ده اسمه، اسمه نوره. تمام. الصنف ده مميز بان الحبايه الحبايه بيضاويه الشكل. تمام. الصنف مبكر جدا جدا جدا. تمام. يعني ممكن على 65 يوم تجمع. تمام. الثمره صلبه، تتحمل التخزين وتتحمل النقل. احنا معانا الحاجات دي بقالها حوالي اسبوع دلوقتي من قبل المعرض، احنا بنجهز فيها والحمد لله لحد النهارده ماسكه نفسها لسه صلبه زي ما هي. تمام. تمام. يعني تحمل نقل، تحمل تخزين، تتحمل تصدير، تتحمل شحن، تحمل تخزين في البيت. التالت. بالنسبه للصنف الثالث اسمه ميرا. تمام. الصنف ده مميز بان الثمره بلحيه. تمام. ثمره بلحيه ومش عصيريه، يعني تتحمل التخزين، تتحمل النقل، تتحمل الشحن، ينفع تتجفف، تشغل في التجفيف بالنسبه للصنف ده. تمام. مميز كمان بان في تحملات، كل الاصناف عندنا متحمله فيروس.